يحتفل مستشفى الجامعة بالشارقة بمرور 10 أعوام على تأسيسه ونجاحه في إرساء معايير جديدة والتميز في خدمات الرعاية الصحية، بجانب الاحتفاء بحصول المستشفى وللمرة الثالثة على شهادة الجودة العالمية لأفضل المعايير الصحية من الهيئة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة. المزيد في تقرير الزميلة سماح الشيخ. إنجازات استثنائية نالها مستشفى الجامعة بالشارقة خلال العقد الفائت من الزمن. وأثناء الاحتفاء بمرور 10 أعوام على افتتاح مستشفى الجامعة، التقينا سعادة عبد الله المحيان رئيس مجلس أمناء المستشفى ورئيس هيئة الصحة بالشارقة، الذي أكد لنا الجهود الحثيثة لتقديم خدمات عالية الجودة والمتمثلة بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع. هذا يأتي تزامناً مع إعادة اعتماد مستشفى الجامعة بالشارقة للمرة الثالثة على التوالي من اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المستشفيات. الهدف من إنشاء هذا المستشفى هو يعتبر من أحد الركائز الأساسية لمنظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وكذلك يعتبر صرح طبي. الهدف من تقديم كافة أنواع الخدمات الطبية باختلاف تخصصاتها. نحن دائما نسعى لإضافة خدمات جديدة بما يرجع بالنفع العام على كافة أفراد هذا المجتمع. في الفترة الأخيرة صاحب السمو وجه بإنشاء مركز غسيل الكلى، وهذا راح يخدم فئة كبيرة من فئة المجتمع للإمارة وللدولة بشكل عام. وكذلك هناك توجد خطط إن شاء الله مستقبلية راح ترى النور قريبا، وبفضل من الله وتوجيهات صاحب السمو ومتابعته نحن الحمد لله قدرنا نحقق الهدف من إنشاء هذا المستشفى خلال عقد من الزمان. وخلال السنوات الماضية من افتتاح المستشفى قدمت العديد من البرامج الطبية الملبية لاحتياجات المرضى وتشتمل على كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود العيادات الخارجية والطوارئ والمختبرات، وجميعها مجهزة بأحدث الوسائل التشخيصية بجانب غرف العمليات والرعاية المركزة. حالياً المستشفى يمكن يستوعب 201 مريض في العناية المركزة والأقسام الأخرى، ما فيها طبعاً أقسام الأطفال. الأقسام اللي مشغولة 100% هي طبعا قسم العناية المركزة. حاليا العناية تشتغل 22 سرير، 22 مريض موجودين في معظم الأيام. الأقسام كذلك أقسام الجراحة والباطنية للكبار، هاي بعد طبعا مشغولة جدا. معظم الأطباء الموجودين هم أطباء استشاريين. ضفنا طبعا بعض التخصصات مثل الجهاز الهضمي، ضفنا عليهم استشاري أمراض جراحات السمنة، الحين موجودين استشاريين 2، ضفنا طبعا بعد الجراحة التجميلية ما كانت موجودة. هذا وبرزت الخبرات والقدرات التي يمتلكها المستشفى في حالات الطوارئ خلال الأزمة الصحية العالمية، وما توصلت إليه تقنيات الرعاية خلال الجائحة. بالنسبة للتحديات طبعا مثل أي مستشفى ثاني موجود في الدولة أو في العالم، جتنا مشكلة الوباء جائحة كورونا، وهذا طبعا أثر على الطاقة الاستيعابية في المستشفى، خصوصا طبعا في العناية المركزة وفي أقسام اللي هم الكبار اللي هم الجراحة والباطنية، هني نحن نقدر ندخل هذيل المرضى، فهذا شوية سوى ضغط على هذه الأقسام، ولكن الحمد لله المستشفى مستمر وفي معالجة هذه الحالات. مستشفى الجامعة بالشارقة إضافة نوعية مهمة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، خاصة مع طواقمه الطبية ذات الخبرات والكفاءة وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.